بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهاردة قاعدة F. قاعدة F من القواعد المهمة جدا، إن هي بتيجي في الامتحانات كتير. هنبدأ إن شاء الله بالزيرو كونديشنال. زيرو كونديشنال الحالة الصفرية هتكون F present simple، present simple F مضارع بسيط، مضارع بسيط. ودي بتعبر دايما عن الحقائق العلمية الثابتة أو العادة المتكررة في الوقت الحاضر. ممكن لو اف جت في النص هيبقى جابليها برضو present simple مضارع بسيط وبعديها مضارع بسيط. من الأمثلة if you boil water it evaporates، إذا أنت غليت المية المية بتتبخر. في الحالة دي إذا حصل الفعل اللي هو بعد اف اللي هو boil water، لو أنت غليت المية 100% هيحصل الفعل التاني وهو إن المية هتتبخر. If I read a lot I get a headache، لو أنا قريت كتير بيجي لي صداع. يبقى هنا برضو دي عادات متكررة في الحاضر. يبقى في المثال الأولاني حقائق وفي المثال التاني عادات متكررة. ملحوظة مهمة جدا برضو، إن احنا في حالة الحقائق مع F ممكن نحوش F ونستخدم مكانها when. يعني ممكن نقول when you boil water it evaporates، عندما تغلي الماء المية بتتبخر. هنا برضو في نفس الكلام في المثال التاني بتاع العادة المتكررة، when I read a lot I get a headache، عندما أقرأ كثيرا بيجيلي صداع. يبقى في حالة الزيرو conditional if ممكن نحوش if ونحط مكانها when ومش هيكون في أي اختلاف. if ممكن يجي وراها مضارع بسيط وبعدين أمر، والأمر ده ممكن يكون مثبت أو منفي. If you meet هاني give him this book، لو أنت قابلت هاني اديله هذا الكتاب. ده هنا في بعد إف موجود عندنا مضارع بسيط في الجملة الأولى، والجملة التانية أمر مثبت اللي هو بيتكون من المصدر، وهنا عندنا give. في المثال التاني If you meet هاني don't tell him the news، إذا أنت قابلت هاني لا تخبره بالأخبار. هنا في الجملة الأولى meet مضارع بسيط، في الجملة التانية بتبدأ بأمر منفي اللي هو don't tell. الأمر المنفي دايما بيبقى don't زائد المصدر. وملحوظة مهمة جدا علشان أعرف الاستخدام بتاع قاعدة F في حالة الأمر، إن الجملة التانية ما بيبقاش فيها فاعل. هنا if you meet هاني give مفيش فاعل هنا، ده هنا أمر مثبت المصدر الفاعل على طول اللي هو give. في الجملة التانية if you meet هاني don't tell برضه هنا مفيش فاعل، الأمر على طول المنفي don't والمصدر اللي هو don't tell. ممكن برضه نستخدم if معاها مضارع بسيط وبعدين الجملة التانية يكون فيها فاعل وشد والمصدر، وده في حالة تقديم النصيحة. if مضارع بسيط فاعل شد المصدر في حالة تقديم النصيحة. مثال if you want to earn more money you should work hard، لو انت عايز تكسب فلوس اكتر يجب انك انت تشتغل بجد. فهنا دي نصيحة. الجملة الاولانية want ده مضارع بسيط، والجملة التانية عندنا هنا should والمصدر. نراجع مع بعض الاشكال بتاعت المضارع البسيط. المضارع البسيط اللي هو مع I و we و you و they والجمع بيبقى عندنا فعل، مع he و she و it والمفرد بيبقى فعل مضاف له s أو es أو ies. يعني المهم في الآخر إن الفعل هيكون آخره s مع he و she و it والمفرد. النفي بتاع المضارع البسيط هيبقى don't زائد المصدر أو doesn't زائد المصدر. وشكل المضارع البسيط في المبني للمجهول هيبقى am أو is أو are زائد التصريف الثالث للفعل. مهم جدا إن أنا أحفظ الأشكال بتاعة المضارع البسيط علشان أول لما أشوف الفعل أعرف الزمن بتاعه. هعرف الزمن بتاعه إزاي؟ هعرف من شكله. يعني لو لقيت بلاي ده مضارع بسيط، لو لقيت بلايز اخره اس مضارع بسيط، دونت بلاي مضارع بسيط منفي، دازنت بلاي مضارع بسيط منفي. ولو لقيت برضو الشكل بتاعه في المبني للمجهول، يعني مثلا از بلايد ار بلايد، هنا از وتصريف تالت ار وتصريف تالت، هنا هيبقى مضارع بسيط مبني للمجهول. ولو مع am هيبقى am وموجود وراها تصريف تالت، يعني مثلا am visited
ام ووراها فعل في التصريف الثالث، برضو بيبقى ده شكل من اشكال المضارع البسيط المبني للمجهول. نحل مع بعض تمارين بسيطة علشان نتأكد ان احنا فهمنا، وانا يعني هحل وهسيب لك فترة انك انت تختار. if you heat ice it a melt b will melt c melts d would melt. طبعا هنختار ملتس لان دي حقائق علمية ثابتة، لو انت سخنت التلج بينصهر او يدوب، دي حقائق علمية ثابتة. يبقى اف مضارع بسيط، مضارع بسيط اللي هو ملتس، وده فعل مضارع بسيط مع هي وشي وات، بناخد الفعل اللي اخره اس. نمبر 2، if metal is heated it number a will expand b expand c would expand d expand. طبعا هنختار expand على طول لان ده فعل مضارع بسيط مع هي وشي وات، والمفرد بناخد الفعل اس، وخدنا ليه مضارع بسيط لان دي حقائق علمية ثابتة. اذا المعدن سخنة، وده على فكرة مضارع بسيط مبني للمجهول، بيتكون من إز والتصريف الثالث للفعل. احنا قلنا لازم نحفظ الأشكال بتاعة المضارع البسيط، وام او إز او ار والتصريف ثالث، يبقى ده مضارع بسيط مبني للمجهول. هنا في إز وتصريف ثالث، يبقى إذا ده مضارع بسيط مبني للمجهول، ودي حقائق علمية ثابتة، فأنا عاوز وراها مضارع بسيط مع هي وشي وإت والمفرد. المضارع البسيط بيكون الفعل مضاف له إس اللي هو إكسبنس. نمبر 3، I always a headache if I spend much time on the computer. A get B will get C would get D gets. هنبص هنا عندنا F ووراها على طول مضارع بسيط اللي هو spend، ودي عادات، لو انا قضيت وقت طويل على الكمبيوتر عاوز يقول دايما بيجيني صداع، يبقى دي عادة متكررة، هنا مضارع بسيط، يبقى انا عاوز برضو مضارع بسيط، لكن مع اي وي ويو وزي والجمع باخد الفعل عادي اللي هو من غير اسم، فعشان كده هناخد جيت. بسم الله الرحمن الرحيم، هنشرح قاعدة اف first conditional الحالة الأولى. في الحالة الأولى ورا اف هيجي على طول مضارع بسيط present simple، والجملة التانية هيكون فيها will أو can أو may زائد المصدر. الحالة الأولى بتعبر عن الاحتمال، مثلا في الجملة اللي بيقول if he runs fast he will catch the bus، إذا هو جري بسرعة هيلحق بالأتوبيس. الفعل التاني اللي هو يلحق الأتوبيس ده مش هيحصل مؤكد 100%، ده احتمال لأنه ممكن يجري بسرعة وبرضه ما يحصلش الأتوبيس. لكن لو نرجع لقاعدة F الزيرو كونديشنال هيبقى مضارع بسيط مضارع بسيط، ودي في حالة الحقائق العلمية الثابتة أو العادات المتكررة. يعني لو جالي في الاختيارات F وراها مضارع بسيط، بيقول لي اختار في الجملة التانية مضارع بسيط برضو ولا will أو can أو may زائد المصدر، هنشوف الأول إذا كانت الجملة بتتكلم عن حقائق علمية أو عادات متكررة، يعني 100% الفعل التاني هيحصل هناخد مضارع بسيط، لكن احتمال حدوث الفعل التاني اللي هو جواب الشرط بيكون أقل من 100% ومش حالة حقائق أو عادات، يبقى هناخد الحالة الأولى اللي هو will أو can أو may زائد المصدر. نراجع أشكال المضارع البسيط. المضارع البسيط الشكل الأولاني ليه مع I we you they والجمع فعل، الشكل التاني مع هي وشي وات والمفرد هيبقى فعل زائد اس. طبعا الفعل بيبقى اخره يا اما اس او اي اس، او في الحالة اللي احنا بنحذف الواي المسبوقة بحرف ساكن ونضيف اي اي اس، يعني من الاخر هيبقى فعل اخره اس. وشكله في النفي اللي هو المضارع البسيط don't او doesn't زائد المصدر، وشكل المضارع البسيط في المبني للمجهول am او is او are زائد التصريف التالت للفعل. مهم برضو نعرف المضارع البسيط من verb to be هيبقى am او is او are، المضارع البسيط من verb to have هيبقى have او has،
والمضارع البسيط من فيرب تو دو هيبقى دو او داز. يبقى دي الاشكال بتاعه المضارع البسيط. هنحل مع بعض اسئله علشان نفهم اكتر. اسئله اختيارات: رقم واحد بيقول if Hani comes he space you. الاختيارات A meets, B would meet, C will meet, D could meet. نشوف الجملة. if Hani comes, comes ده مضارع بسيط واخره اس، يبقى هنختار في حالة الحقائق مضارع بسيط والعادات مضارع بسيط، لكن في حالة الاحتمالات هناخد will او can او may زائد المصدر. هو بيقول اذا هاني جه هي هو، عايزين يقول هيجيب لك، طبعا دي مش حقائق فعشان كده هناخد will meet. الجملة رقم اتنين if Hani doesn't come I space you. لو هاني مجاش ده مضارع بسيط منفي اللي هو doesn't زائد المصدر، يبقى انا هختار مضارع بسيط في حالة حقائق وعادات او هختار will وcan وmay واحدة منهم زائد المصدر في حالة الاحتمالات. الاختيارات عندي رقم A tells، B will tell، C would tell، D tell. إذا هاني مجاش يبقى أنا هأخبرك، ده احتمالات عشان كده هناخد will والمصدر. Number 3 if your homework is done I space you to the cinema. الاختيارات A will take، B takes، C took، D would take. نشوف ايه الفعل اللي جاي بعد if، هنلاقي اللي هو is done، ده مضارع بسيط مبني للمجهول. عرفناه ازاي؟ لان في is زائد التصريف الثالث للفعل، يبقى موجود بعد if مضارع بسيط. يبقى انا هختار في حالة الحقائق والعادات مضارع بسيط، في حالة الاحتمالات will او may او can زائد المصدر. هنا طبعا دي احتمالات، بيقول لو الواجب بتاعك اتعمل انا هاخدك للسينما، يبقى هناخد will take. Number 4 if the manager is here he space you. اختار A meet، B would meet، C would have met، D will meet. طبعا نشوف الفعل اللي بعد if اللي هو is، وإذ هنا ده مضارع بسيط بتاع verb to be، يبقى هناخد في الجملة التانية قلنا في الحقائق والعادات مضارع بسيط، في الاحتمالات will أو can أو may زائد المصدر. ودي احتمالات، لو المدير هنا هيجيب لك ده احتمال، يبقى هناخد will meet اللي هي رقم D. يبقى احنا ملخص طريقة الحل ان انا بشوف الفعل اللي بعد اف اذا لقيناه مضارع بسيط، يبقى في الاختيارات هختار مضارع بسيط في حالة الحقائق والعادات، واختار will او can او may زائد المصدر في حالة الاحتمالات. نحل تاني مع بعض، بس انا هسيب لك فترة انت تختار وبعد كده هنشوف الاجابة الصحيحة. في رقم خمسة بيقول if I have time I space you. A will meet، B meets، C would have met، D would meet. طبعا الحل الصحيح اللي هو number A will meet. ليه؟ بعد if موجود هنا have، ده المضارع البسيط بتاع verb to have، فهختار لان دي حالة فيها احتمالات، لو انا عندي وقت احتمال ان انا اجب لك، يبقى هاخد will meet. هنا دي مش حقائق ولا عادات. رقم ستة بيقول if he has enough money he space you. اختار A would have lent، would lend، lend، will lend. طبعا الحل الصحيح اللي هو رقم D، بيقول هنا if he has enough money، لو هو معاه أو عنده فلوس كفاية. هنا has مضارع بسيط بتاع verb to have، يبقى دي حالة برضو احتمالات ومش حقائق أو عادات، فهاخد will والمصدر. لو هو معاه فلوس كفاية
هو هيسلفك. دي احتمالات مش حقائق او اعداد، علشان كده هناخد will lend. رقم 7 بيقول if she does her homework، لو هي عملت الواجب بتاعها، she space her friends. بيقول اختار number A will visit، B would visit، C would have visited، D visited. طبعا هنا الحل الصحيح هيبقى number A will visit. لو هي عملت الواجب بتاعها يبقى هتزور أصدقائها. دي احتمالات مش حقائق ولا عادات. رقم 8 if you do your homework I space buy you a present. اختار A bought، B will buy، C would buy، D would have bought. طبعا الحل الصحيح B will buy. If you do your homework، do ده مضارع بسيط من verb to do، لو انت عملت الواجب بتاعك انا هشتري لك هدية. دي احتمالات مش حقائق ولا عادات، فهناخد will والمصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح بإذن الله قاعدة F الحالة التانية. قاعدة F الحالة التانية هيبقى وراها past simple tense اللي هو زمن الماضي البسيط، وفي الجملة التانية هيبقى فيه would أو could أو might زائد المصدر، والحالة التانية بتعبر عن الاحتمال الضعيف. مثال if he visited Egypt he would see the pyramids، إذا هو زار مصر هيشوف الأهرامات. الأشكال بتاعت الماضي البسيط نفتكرها مع بعض. في الإثبات هيبقى آخره ED أو شاذ، في النفي didn't زائد المصدر، في المبني للمجهول was أو were زائد التصريف التالت للفعل. في عندنا برضو لازم نعرف الماضي البسيط بتاع verb to be اللي هو was أو were، والماضي البسيط بتاع verb to have اللي هو had، والماضي البسيط بتاع verb to do اللي هو did. احنا ممكن برضو نستخدم قاعدة if الحالة التانية في النصيحة، وهتبقى بالشكل ده if I were you I would وراها المصدر، يعني لو انا كنت مكانك كنت هعمل كذا. نلاحظ برضو الاختصار بتاع would هيبقى الابوستروف دي. if I were you I would study hard، لو انا مكانك كنت هذاكر بجد. if I were you I'd study hard. ولو في النفي if I were you I wouldn't والمصدر. if I were you I wouldn't smoke، لو انا مكانك ما كنتش هدخن. هنحل مع بعض علشان القاعدة نفهمها اكتر. في الجملة رقم 1 number 1 بيقول if I had enough time I space you. A will visit، B would have visited، C would visit، D can visit. نركز مع بعض. في عندي الفعل اللي بعد if، الجملة هنا بيقول لي had. had كده لوحديها ماضي بسيط، لكن لو كان وراها تصريف تالت للفعل كانت هتبقى ماضي تاني. يبقى احنا نركز، لو لقينا had لوحديها اذا هي كده ماضي بسيط، لكن لو وراها هاد وراها تصريف تالت يبقى ده ماضي تام. الماضي البسيط هنا بعد اف، يبقى انا هاخد في الجملة التانية would او could او might زائد المصدر. يبقى الحل الصحيح اللي هو رقم C اللي هو would visit. نشوف رقم 2 number 2 بيقول if I were rich I space a new car. برضو هنا في الجملة الاولانية بتاعت if موجود where ده ماضي بسيط، يبقى انا هختار هنا would والمصدر، could والمصدر، might والمصدر. هنا طبعا الحل الصحيح would buy. if I were rich I would buy a new car، لو انا كنت غني كنت اشتري عربية جديدة. number 3 if she did her homework
لو هي حلت الواجب بتاعها. She space to the cinema. نشوف الفعل هنا اللي في الجملة الأولى بعد if did، وده ماضي بسيط اللي هو الماضي بتاع verb to do did. يبقى أنا هختار هنا would أو could أو might زائد المصدر، يبقى الحل الصحيح اللي هو number C would go. If she did her homework، لو هي عملت الواجب بتاعها، she would go to the cinema، ستذهب إلى السينما. Number four, if he put his money in the bank، لو هو حط فلوسه في البنك، he stays rich. نركز خالص هنا في put، لأن put ليها ثلاث تصريفات، put put put، يعني في المضارع هي نفس الشكل في الماضي، هي نفس الشكل في التصريف الثالث. طب أنا هعرف منين هنا هي مضارع ولا ماضي؟ طبعا لو كانت مضارع، المضارع البسيط مع هي وشي وات والمفرد بنحط للفعل اس، فاذا لو كانت مضارع كان هيبقى اخرها اس، هي كده هتبقى، لان مفيش اس، هتبقى ماضي بسيط. بنعرفت ان هي ماضي بسيط لان مفيهاش اس، لكن لو كان بعد هي او شي او ات والاسم المفرد بحط للفعل الاس كانت هتبقى مضارع بسيط. يبقى اتفقنا ان هي ماضي بسيط، يبقى هناخد would be اللي هو would والمصدر. If he put his money in the bank he would be rich، لو هو حط فلوسه في البنك هيبقى غني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة الثالثة لقاعدة if، if past perfect، والجملة الثانية بيكون فيها would أو could أو might زائد have زائد التصريف الثالث للفعل. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الماضي التام بيتكون من had زائد التصريف الثالث للفعل، ده شكله في المبني للمعلوم. انما شكله في المبني المجهول هيبقى had زائد been زائد التصريف الثالث للفعل، يعني احنا حطينا been في النص ما بين had والتصريف الثالث للفعل، وكده حولنا شكل الماضي التام من المبني للمعلوم للمبني للمجهول. الحالة الثالثة بتعبر عن الندم والاستحالة. في المثال if he had studied hard last year he would have passed the exam، لو هو كان ذاكر بجد السنة اللي فاتت كان نجح في الامتحان. ده بيدينا معنى ان هو ما ذاكرش بجد السنة اللي فاتت وما نجحش في الامتحان. هنا فيها ندم وفيها برضو استحالة، لان السنة اللي فاتت خلصت ومش ممكن يرجع الزمن تاني ويذاكر وينجح، فالكلام اللي حصل مستحيل ان هو يتغير. نفس الكلام في المثال الثاني if his homework had been done yesterday he would have watched TV، لو كان الواجب بتاعه اتحل امبارح كان هيتفرج على التلفزيون. معنى كده ان الواجب ما اتحلش وما اتفرجش برضو على التلفزيون. هنا فيها استحالة، لكن بنلاحظ ان في الجملة الثانية الشكل بتاعها ماضي تام مبني للمجهول اللي هو had been done، had زائد been زائد التصريف الثالث للفعل. نحل مع بعض علشان نفهم أكتر شوية تمارين. في الجملة الأولى بيقول if she had told us about the bad service we space at that hotel، لو احنا فكرنا هنلاقي ان بعد if موجود had told، had وتصريف تالت، يبقى اذا ده ماضي تام. يبقى في الجملة التانية انا هختار would او could او might زائد have زائد التصريف التالت للفعل، وممكن برضو نختارهم منفيين يعني wouldn't أو couldn't أو might not و have والتصريف الثالث للفعل على حسب المعنى. هنا الحل ممكن يكون number B wouldn't have stayed أو number C would have stayed، ده بالجرامر. فنرجع للمعنى علشان نشوف هنختار مين أدق. if she had told us about the bad service، لو هي كانت أخبرتنا بالخدمة السيئة يبقى احنا ما كناش هنقيم في هذا الأوتيل، يبقى wouldn't have stayed. طبعا مش هينفع نختار would have stayed اللي هي كنا هنقيم في هذا الأوتيل، لو هي أخبرتنا بالخدمة السيئة هل كان هيستقيم المعنى ونقول كنا أقمنا في هذا الأوتيل؟ طبعا غلط. الجملة رقم اتنين if she space well the teacher wouldn't have punished her، هنا الجزء الثاني من الجملة في wouldn't
زائد have زائد التصريف الثالث للفعل. يبقى احنا محتاجين في الجملة اللي بعد if ماضي تام اللي هو number دي had behaved. if she had behaved well، لو هي كانت اتصرفت بطريقة جيدة، the teacher wouldn't have punished her، الأستاذ ما كانش يعاقبها. نشوف مع بعض نحل الجملة رقم 3. بتقول if I space my mobile phone yesterday I would have contacted you. طبعا هنا في الجزء الثاني من الجملة في would زائد have زائد التصريف الثالث للفعل، يبقى أنا محتاج ماضي تام اللي هو بيتكون من had زائد التصريف الثالث للفعل، فيبقى الحل الصحيح رقم B had had. if I had had my mobile phone yesterday، لو كان معايا الموبايل بتاعي امبارح، I would have contacted you، كنت اتصلت بيك. في ملحوظة مهمة جدا، ان would او could او might زائد have زائد التصريف الثالث للفعل ده شكل مبني للمعلوم، عشان اخليه مبني للمجهول هيبقى بالشكل ده would او could او might زائد have زائد been زائد التصريف الثالث للفعل. في جملة رقم 4 if I had locked the car it space wouldn't have been stolen would have stolen will have been stolen will have stolen. طبعا هنا في الجزء الأولاني بعد if جايب لي had و locked، ده تصريف تالت يعني ماضي تام، يبقى أنا محتاج أختار would أو could أو might زائد have زائد التصريف التالت للفعل، ده لو مبني للمعلوم would أو could أو might زائد have زائد been زائد التصريف التالت، ده لو مبني للمجهول. طب أنا هعرف الجملة إزاي مبنية للمعلوم أو مبنية للمجهول؟ طبعا هنا بيتكلم عن العربية، لو أنا كنت قفلت العربية ما كانتش اتسرقت، طبعا العربية مش هينفع تسرق يعني لازم تبقى مبنية للمجهول، ما كانتش اتسرقت. على الأساس ده هيبقى الحل الصحيح wouldn't have been stolen. نشوف مع بعض الجملة اللي بعديها اللي هي رقم 5. بيقول if he had worked hard he spent a lot of money. طبعا هنا بعد if موجود had worked، had تصريف ثالث، إذا ده ماضي تام، يبقى الحل الصحيح would have earned. لو هو كان اشتغل بجد كان هيكسب الكثير من المال. الجملة رقم 6 if she had practiced a lot she spaced the race. طبعا هنا بعد if موجود had practiced، had تصريف ثالث ده ماضي تام، يبقى الحل الصحيح would have won، would زائد have زائد التصريف الثالث، لو هي كانت اتمرنت كتير كانت هتكسب السباق. أتمنى إن احنا نكون فهمنا القاعدة وعرفنا نحل عليها، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس لايك وشير. مع تحياتي مستر علي سيد.